من غزة، وجه مركز فلسطين للدراسات في ندوته رسالة وفاء للشهيد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاستشهاده، عرفانا بدوره الكبير في تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، وتأكيدا لأهمية موقف إيران ودعمها القضية الفلسطينية منذ اندلاع الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه. احتفاؤنا اليوم بالذكرى السنوية الأولى للشهيد قاسم سليماني يؤكد مقدار حجم الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية وبتحديد الشهيد قاسم سليماني. المشاركون في الندوة سلطوا الضوء على الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية، على سيما تطوير القدرات الصاروخية وتزويد غزة بالصواريخ المضادة للدروع، العمل على تدريب عناصر المقاومة والارتقاء بقدراتها العسكرية، ودور الشهيد سليماني في هذا المجال. إن دعم إيران للمقاومة القضية الفلسطينية هو دعم مبدئي، لأجل ذلك لم ولن يتوقف هذا الدعم للمقاومة الفلسطينية باستشهاد الحاج قاسم سليماني. سليماني هو مسؤول عن نقل المقاومة الفلسطينية من مجرد مجموعات عسكرية مسلحة إلى جيش متكامل باعتراف قادة المقاومة أنفسهم، ثم هو المسؤول عن تدريب الكادر البشري للمقاومة، وهو المسؤول عن نقل التصنيع واستنساخ نماذج الصواريخ الإيرانية إلى قطاع غزة. المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد الله اللهيان أكد في كلمة له خلال الندوة وحدة قوى المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي. لا شك في أننا دخلنا مرحلة نهاية النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة. نحن والمقاومة لا نعترف بأي دولة سوى فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. الانتقام الشديد سيكون من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس من الأمريكيين الجنات. وفي ذكرى رحيله يحضر الشهيد سليماني بعظيم الأثر والدعم الذي تؤكد الفصائل أنه متواصل من دون انقطاع. الحضور الفلسطيني في قلب إيران الثورة والدولة جسده سليماني رغم غيابه بما قدمه من إسهام واضح في دعم وتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية التي باتت تربك الحسابات الإسرائيلية. أحمد غنم، غزة، الميادين.